صباح النور. أهلا أهلا أهلا. ندير الضو ولا بلاش؟ الله أنا نديرو. قولوا لي في التعاليق تركب واش هكا ولا نديرو هاد الضويوة. قولي عفوكم إن دوك يجي مزيان ولا هذا؟ هذا البيض ناصع، هذا بيض ناقص بلون. هادي هذا غادي الصفيفر شويه. شوف القصه، شوف القصه اللي قطعتها بيديا غير كبرت. عارفش نخلي الدولة بلاش، خليه ما مزقوا ليا في التعالق. دور عندي هكا. نطوي حوايج ساعة ما نقول لكم. شو الطيور اش دايرين؟ خصني نخمل هاد الشرجم حتى هنا. هاي ما عندكمش شي 100 درهم نشري بها واحد ست البيرات نخزنهم نهار العيد؟ ها نحط هذه لي من البارح نخرجو في خطأ. قولوا ليا ما عندكم شي ألف ريال؟ ما عندكم شي 2000 ريال؟ سلفوها ليا شري بيها واحد القرعة دروج وليو بلا روينة. ما خصها تدخس أنا يا وحق الله. واش منين نبداها؟ لازم كحزان دي باش نبدا معلقه في نتلاقاها. هذيك نهار تسيقت بلاتي ما غادي نحرككم. ندوز هكذا نحزو هذي هنا. بعدكم شي فرقان سلفوها ليا نشري بها واحد القرعه ديال الروج نخزنها حتى نهار العيد. بعدكمش نسخن بها عظيماتي. هيا هيا زيدي ولو حرام. قولي ليا جبينا. وي ما بين طويل كي راه ما ندير ما يمكن نسد شي. وي كندير فيديو الصراحه ولا التكيفه بالجلابه ولا تخصيص على الوق. جيبوه ليا واش جيبوه ليا قصد شنتات معايا كتكبر دغيا كبرت شي يديا شني كنقطع شتي منين يديات كتخدموهم والله اللي بغا يقطع ويزيد يخرج ليه الشعر ديالو يقطع بيدي واخا متعرفش تقطع قطع عوجة. انا هذا قطعته قصير بزاف بس فينا هو وين فين تلبسي هذا 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 ها هو باقي شتي قطعته بزاف دخلت عليه ماشي مشكل شوفي كيكبر حاضرة مباشرة واش غادي يديه مسمومة جيبوه ليا يا اخوان صبروا عليا الله ها
يا مي ما كانش خسر شي فوطة. فين هو المعلق هنا؟ المشكلة كندير بيدي الحويج هنا. هذا واش من هذا؟ شنو زعما نبقى واقفة؟ وين؟ استمر بحال هذا باقي نقي. قولوا ليا عندكم شي 2000 ريال سلفوها ليا نجيب واحد 10 بيرات. مصيبة نشوف انت غير سيز العرق هادشي خصني تاع العرق نسيت نفتح يا الله. ديروا لي لايك على فوق ما تديروش لي لايك وشكرا. ما عرفتش والله يا ما عرفتش شنو ندير انا في هاد الحوايج بصح مرة واحدة نبدا نشوف كنقيا جيبوه ليا وجيبوه ليا جيبوه ليا كون بسطا معابر امين يا ربي حق الله صم صم غتنقول غندير فيديو ولا غندير لايف وغادي نقول لكم اشنو نقول لكم الله يتزدعتوني نهضر دبايا شنو ابوش كنت ندير لهم براش ما كنتش نجري عليهم علاش ما كنبغيش نجري عليهم حيت انا كنت كنلعب وما كنبغيش اللي يبقى يغوت يغوت علينا يا براش ما كنت نديرهم حيت في الفيديوهات انا شفت ديك واحد الفيديو في الهضره كتسمع كنت في كوزينه ديك الساعه عزيزي نتمع طلع اليوم شربت واحد القهوة اللي شربت البارح ويه اللي عزارت لي سهرنا اللي شربت البارح هاي طاقة سيرا نتمع طلع ما فيش حاجة تيجي كده ايه جبل جبل الحوايج في هاد القاعدة باش تحيد دابا انا زعما نقلب على شي حاجة عاطفي مشا ليا نقلب عليه على شي بياسة زكات يا خصي بياسة وحدة ما تنلقاهاش مثلا ما يمكنش وانا داك النوع تلقى المرة زربانة صافي كنجبد كلشي كنربني شغل يربون من غيري تندم الكلام ما كنلقاهاش ما عرفتش واش خطره لكم نتوما ولا لا هي ديالها استغفر الله العظيم ديروا لي لايك على فكم انا ما غاديش نطول لكم الفيديو غنحط لكم شويه بشويه شتو القصه نسيت كبر خلاص الله اسباني تسخون عليا كنشتغل بسنة هذا سخون
مصيبة عادي. اوه الله، شنو هي؟ هاد بنت ليا دابا. نوريكم الفيجامة جيت نصيف هذا مع الشورت ديال الفيديو ديال التسييق وديال التسييق ديال الدوش. حكيتو قلت لكم راه حطيتو في الانتساب، ممكن تدخلو تشوفوه. حيت والله الا تعذبت ما نكذبش عليكم، ما عندي ما ندير. حكيت الطرح كان المهم بغا يشوفو راه في الانتساب، مش مسقي تقولي في الكومنتات علاش ما بقيتيش كديري شغل الدار وهذا. بالعكس راه كندير شغل الدار. البارحة حليت عينيا مشيت للكوزينة نيشان حيت شحال هادي ما طيبت. اليوم ما درت والو، نفقت مع الله يلا نطوي هاد الحوايج. هادشي لي كاين. الله سمرة بحالها هنا. هو بغيتي نوريه ليكم قبل ما نقطع باش ما نطولش ليكم فيديو، نوريه ليكم كماله. يا يا انا نبغيش نتحط نض واه ما كلمش ناري يا ربي. بس هادي عقلت على البيجامة بيها قديت الشغل، تعرف راسي غنبزق غزالة اللي كنت عجبني نلبسها في الصيف. كي جاتكم قولوا ليا قولوا ليا كتجي واعرة. هادي سقيت بيها داك النهار نطلع مضيقة بقى ما دير حتى شي حاجه. المهم بغيت شويه تشوف. خملت البالكو كنحلزو. حكيت هاد البيت تي دو جافيل، بيت اخرين نص الدار كوزينه الطواليت. عيد داك النهار حق الله الا عيت، كنت عايشه نحط لكم في الانتساب انني تخفقت فيه. الله يلا يعني نقطع باش ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نلوح لكم الكمالة ديالو صافي.